نشرة الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فام، والبداية بالعناوين. وزارة الصحة والطفولة تتكفلان بإجراء عملية جراحية لشقيقة طفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية هجرة غير نظامية. والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تجديد الالتزام بالقضاء على الرق. وفي التفاصيل، أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى ووزير الصحة علي مرابط عقب جلسة عمل مشتركة اليوم الجمعة بالمركز المرجعي لتنمية الطفولة المبكرة بالعمران اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية لفائدة طفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية هجرة غير نظامية. وأعلن الوزيران مواصلة التعهد النفسي بشقيقتها والاستعداد لتكفل الدولة بإخضاعها لعملية جراحية بداية الأسبوع القادم تبقى لما يقتضيه وضعها الصحي. في موضوع آخر، جددت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تمسكها ومختلف هياكلها النقابية بتنفيذ قرار حجب أعداد كل اختبارات الثلاثية الأولى عن الإدارة والذي اتخذته الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 1 سبتمبر الماضي. وطلبت الجامعة بالإسراع بفتح تفاوض جدي ومسؤول حول كل الملفات المطروحة بينها وبين كل من وزارتي التربية والشباب والرياضة، سواء ما تعلق منها بتحسين واقع المدرسين المادية أو بتطوير ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والتصدي لاستشراء ظاهرة العنف داخلها. وأشارت الجامعة العامة للتعليم الثانوي إلى ضرورة التحسين الفوري لمقدرة المدرسين الشرائية عبر مجمل النقاط التي تضمنتها لوائح القطاع المهني، وعلى رأسها مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية المالية ومضاعفة قيمة منحة مستلزمات العودة المدرسية وتعميمها على المديرين والنظار. ودعت إلى تسوية الشاملة لملف الأساتذة النواب والقطع مع جميع أشكال التشغيل الهشة. في أخبار العالم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اليوم الجمعة الحكومات والمجتمعات حول العالم إلى تجديد التزاماتهم بالقضاء على الرق. جاء ذلك في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء الرق. وحث غوتيريتش جميع البلدان على حماية ودعم حقوق ضحايا الرق والناجين منه. وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه لا مفر من أن نعترف بأن إرث الاتجار بالأفارقة المستعبدين عبر المحيط الأطلسي يتردد صداه حتى يومنا هذا، وما زالت ندوبه تشوه مجتمعاتنا وتعرق للتنمية المنصفة. وأضاف غوتيريتش: أدعو الحكومات والمجتمعات إلى الالتزام مجددا بالقضاء على الرق. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الصحة والطفولة تتكفلان بإجراء عملية جراحية لشقيقة طفلة الأربع سنوات التي كانت ضحية هجرة غير نظامية. والأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى تجديد الالتزام بالقضاء على الرق. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.